بعد مرور أسبوع على اختطافهم في شمال غرب نيجيريا، أكثر من 300 تلميذ يعودون إلى ديارهم. حاكم ولاية كاتسينا أمين بيلو مساري أكد أن تلاميذ المدرسة الداخلية تم إحضارهم إلى عاصمة الولاية، حيث سيخضعون لفحوصات بدنية قبل لم شملهم مع عائلاتهم، غير أنه لم يتم إطلاق سراحهم جميعا على حد تعبيره. في الوقت الحالي تم تسليم 344 طالبا إلى الأجهزة الأمنية. أعتقد أننا استعدنا معظم الأولاد وليس كلهم، ونقوم الآن بترتيب نقلهم إلى كاتسينا. بشير أحمد المساعد الشخصي للرئيس النيجيري قال كذلك على تويتر إنه تم إنقاذ الطلاب المختطفين من مدرسة كانكارا الحكومية الثانوية. كما رحب الرئيس محمد بخاري بالإفراج عن التلاميذ، واصفا الحدث بأنه مصدر ارتياح كبير لأسرهم وللبلد بأسره وللمجتمع الدولي. وكان أكثر من 800 طالب موجودين وقت الهجوم، وفر مئات منهم. وكانت جماعة بوكو حرام قد أعلنت مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، لأنها تعتقد أن التعليم الغربي غير إسلامي، حسب ما قال زعيمها أبو بكر شيكاو في تسجيل مصور في وقت سابق هذا الأسبوع. الجماعة ذاتها لها تاريخ طويل في اختطاف التلاميذ وخاصة البنات منهم، إذ اختطفت قبل ذلك عشرات التلميذات ثم أطلقت سراحهن بعد مفاوضات شاقة وطويلة.